طيب جميل. اليوم كانت انطلاق فقرة مهمة جدا عليها مدار تفوق المتسابقين ونجاحهم وامتيازاتهم داخل هذا البرنامج إلى حد كبير جدا وبنسبة عالية. قاد هذه الفقرة الجميل وليد قشران بإبداع منقطع النظير، وليس مستغرب لكن أن يكون في أول ظهور له رسمي في فقرة رسمية في هذا البرنامج بهذا الجمال والإبداع. لازم نقول لازم الشمس ما تغطى بربر، نجم جميل جدا استمتعنا بنقلة نوعية في فقرة المستثمر وتنوع جذري نقدر نقول. ناخذ المقطع ونرجع. يا هلا وسهلا فيكم يا الربع، ارحب فيكم وارحب بالناس اللي تشوفنا في الشاشات. اليوم الانطلاقه الاولى للاستثمار الحقيقي، اليوم تبدا قوه كل واحد فيكم من هنا. انتوا لازم تركزون في الفقره هذه عشان حاجتين. الشيء الاول 50% من التصويت النهائي حيكون على هذه الفقره، يعني المراكز تتعلق 50% هنا و 50% على الاسهم المتبقيه. الشيء الثاني، المبالغ اللي بتصير هنا مبالغ حقيقيه بتدخل في جيوبكم انتم. يعني انا فقره المستثمر غير عن كل فقره ثانيه. اللعبه وين والذكاء وين؟ الذكاء في كل واحد في المزاد. انت في جيبك 1000 ريال تقدر تخش المزاد في المتجر اللي انت تبغاه، وتقدر تعوض في يوم واحد الشيء اللي دفعته في المزاد. في ثلاث امور. اول حاجه في باقات ماسيه. باقات ماسيه هي باقات فئه A، هم اختاروا ثلاث اشخاص منهم. مليون شجره، نشاط البيع زيت زيتون، اول الباقات الماسيه اختاروا المتسابق مشاري عمر. عسل 3 تسعات، نشاط البيع عسل، المتسابق مسلط البقمي. سره اخر متجر من الباقات الماسيه اختاروا المتسابق علي الجعيدي. سيد المزاد، خلوني اشرح لكم سيد المزاد. سيد المزاد اعلى واحد يدخل مزاد باعلى قيمه، له مميزات. لازم تقاتل عشان توصل لسيد المزاد لانها فيها مميزات. اول حاجه تقدر تختار المتجر اللي تبغاه، اللي تحس ان انت تسويقك له بيربح المتجر وبيربحك. في الاول والاخير انت المستفيد الاول. ثم حاجه عن سيد الاستثمار، سيد الاستثمار بياخذها يوم الاربعاء في الاساس، اليوم بدينا وبكره وبعده عشان توصل لكم الفكره بشكل مرتب. يوم الاربعاء اليوم الخميس بيعلن لكم من هو سيد الاستثمار فيكم. سيد الاستثمار فيكم بيحصل على 1000 ريال زياده، نعلنها نهايه الاسبوع، بياخذ 1000 ريال لانه سيد الاستثمار، وما ياخذ سيد الاستثمار الا الاعلى مبيعا فيكم. تحدد مشتريات اللي برا، يعني اسم مشتريات اللي برا. ايوه يا سلام، والاكواد بتجيكم باسمكم نهايه الفقره هذه. ابو معيان، يوم رتيب، يوم عادي، يوم فقره مثل فقره المستثمر قدمها وليد بشكل جميل جدا. تفاعل الشباب معها كان مره ممتاز. تابعت فقره المستثمر ولا ما تابعتها؟ اولا لا تاخذ في بالك انك راح تحشرني بهذا السؤال. ما اسال، يسال هو ايش فيك؟ اهدى وخلني اكمل. عيالي اذا لبست بشتي عيالي مثل ما انا مثل يا اخواني مثل ما انا استمع لسؤالك كامل اتمنى تستمع لاجابتي كامله. اسمع لك انا يوم قلت اليوم سيء اتكلم عن الرياليتي تبع الشباب. طيب. كلامي واضح، لما تطرقت للفقرات الا فقره المطبخ. بس اعذرني اذكرك مني سالتك سؤال، كيف شفت اليوم؟ واتوقع اني كانت اجابتي واضحه، لا تحتاج الى شرح لان توضيح الواضحات من الفاضحات. طيب نعم، وليد قشران كما توقعته للامانه، واتمنى انه يستمر كذا. شرح مميز، كاركتر مميز، وحضور مميز، وتناغم عجيب مع الشباب. يا ليت يا وليد قشران ما يجي بكره ولا بعد بكره، بتخلينا ننتقدك. استمر كذا، ما خابت هقوتي فيك، انت بطل، وفقكم الله. نواف
انا تكلمت قبل الاحتفاليه انه وليد ادى. انا كنت متفائل وكنت على يقين انه بعد الحلقه الاولى وبعد الفقره الاولى اني بجي وبامدح وليد. انا عارف ايش كان بيقدم وليد، انه له فتره كبيره جدا الايام السابقه انه كان يجلس مع المعدين لظهار الفقره بشكل جميل جدا، حافظ اسماء المتسابقين بعد ما هو زي بعض الناس. يا سلام عليك وليد. قبل كل شيء لابد ان نتكلم ونتحدث عن اللوكيشن، مكان المتاجر والمسرح. يشكر عليه الاداره، يشكر عليه من قام على هذا التصميم الرائع، يشكر المتاجر ال21 متجر على مشاركتهم في هذا البرنامج، علما انه في متاجر كبيره وكثيره جدا تحاول الدخول في الرعايه او في فقره المستثمر، لكن للاسف في متاجر كثيره سبقتهم. وجد 21 متجر، اعرف ان المتاجر هذه الموجوده ما شاء الله تبارك الله لها باع طويل في السوق. اتمنى انه الشباب يعني يتفاعلون مع هذه المتاجر. وليد قشران الصراحه انا قلتها قبل الاحتفاليه انه ما شاء الله تبارك الله يعني.